بعد تزايد الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل مدينة الغيضة، لجأت السلطة المحلية بالمحافظة لإنشاء طريق جديد للشاحنات والمقطورات كمعالجة جذرية لهذه الظاهرة. المشروع الذي دشن قبل عدة أيام بدأت فرقه العاملة بإعادة تأهيل الطبقات الترابية وعمل الحواجز بالقرب من مجرى السيول تمهيدا لفرش طبقات الإسفلت بطول 3 كيلومتر. قمنا بزيارة إلى خط القواطر اللي هو طريق الجديد، خط الدائري للقواطر، وكذلك إلى سفلة المشاريع الداخلية اللي هي بعض النقاط التي استكملت ضمن المشروع بعد مشروع الأخوة في صندوق الأعمار السعودي الذي يعني كان النصيب الأكبر من العمل له، وهذا يعني جزء بسيط تكميلي، والحمد لله الأمور تصير على خير ما يرام. وإلى جانب هذا المشروع ثمة مشاريع أخرى في قطاع الطرق يجري العمل فيها على قدم وساق، سواء في إعادة التأهيل أو افتتاح طرق جديدة بما يتناسب مع التضخم السكاني الذي تشهده المدينة. مشروع الطريق الخاص بالمدخل الجنوبي وهو على وشك الانتهاء تقريبا إن شاء الله، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود الأخوة في السلطة المحلية والأشغال والشركة المنفذة، وبإذن الله إلى مزيدا من التقدم. مشاريع خدمية متنوعة تأتي لتحقيق آمال وتطلعات أبناء المهرة الذين حرموا من مثل هذه الخدمات بعد أن ظلت المحافظة لسنوات طويلة بعيدة عن التنمية رغم امتلاكها موارد كثيرة كفيلة بتغطية تمويل كافة القطاعات الخدمية. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.